أعزائي المشاهدين، في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع مع رجل الأعمال الباكستاني الأستاذ فيصل دي محمد، صاحب ومدير عام مركز كاشكار في إمارة دبي. يعني بالبداية أستاذ فيصل، مساء الخير. مساء الخير غالب. الله يحييك. يعني أستاذ فيصل، كما جرت العادة في برنامجنا، برنامج كفاءاتنا الإمارات وكلنا زايد، أن نرجع للبدايات. يعني تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين، أين ولدت وكيف نشأت وكيف كانت الانطلاقة في حياتك العلمية والعملية؟ تفضل يا سيدي. السلام عليكم. نعم. اسمي فيصل دين محمد. نعم. مولود الإمارات. نعم. إمارة دبي. نعم. عمري 42 سنة. ما شاء الله. نعم. يعني تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين، متى تم دخولك دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف اجتك فكرة هذا المشروع انك انت تصير صاحب معرض سيارات كاش كار في إمارة دبي؟ صراحة كان عمري 18 سنة اول ما سافرت روسيا. نعم. سافرت روسيا وعرفت له واحد. نعم. اشتغل في السيارات. نعم. ورجعت في دبي وبديت ادور سيارات في راس الخور. نعم. كان في مجمع معرض سيارات هناك. نعم. أخذنا سيارتين ثلاثة، سافرت لروسيا. نعم. وجاني انترست. نعم. يعني شغل شيء ثاني. نعم. وبلشت كذي. يعني ايضا لو كيف اجتك فكره هذا المشروع انك انت تنشئ لمعرض سيارات داخل يعني اماره دبي يا سيدي؟ متى بديت شغل سيارات؟ نعم. واخذت معرض في الاوير في راس الخور. نعم. وتميت هناك 10 سنين. ما شاء الله. بيع واشتري سيارات. بيع واشتري. يعني ايضا ما هي الخدمات التي تقدمها من داخل هذا المعرض يا سيدي؟ معرض كاش كار. يعني ما هي الخدمات التي تقدمها؟ بيع وشراء. ويعني احنا اشتري سيارات خلال 20 دقيقة. ما شاء الله. يعني ما تضيع وقت الزبون. نعم. وعندنا ستاف البروفيشنال يفحصون السيارة وخلصون الإجراءات في 20 دقيقة. نعم. شو أنواع السيارات اللي أنت بتستهدفها داخل هذا المعرض؟ شو أنواع السيارات؟ كل شيء. من سيارات فخمة وسيارات حق تصدير. نعم. شو مرغوب بنشتغلها.
يعني عن منظومة نعمة الأمن والأمان، ماذا تعني لك يا سيد الأمن والأمان؟ أنا صار لي 42 سنة في الإمارات وشفت الإمارات من سهرة لحديقة. نعم نعم. أيضا يعني ماذا توجه رسالة أيضا لشيوخ حكام دولة الإمارات العربية المتحدة؟ بدي أشكر الشيخ خليفة بن زايد. نعم. شيخ محمد بن زايد. نعم. شيخ محمد بن راشد. نعم. وكافة شيوخ الدولة الإمارات المتحدة. نعم. يعني عن مكارم الشيخ زايد ماذا تحدثنا يا سيدي؟ الشيخ زايد الله يرحمه هو الأساس الإمارات. نعم. كامل. نعم. هو مؤسس دولة الإمارات وبانيها يعني أيضا، يعني والذي حكم الناس في القلوب أيضا. الشيخ زايد الله يرحمه كان قلوبنا كلهم. نعم. والشعب عرب وشعب وافدين. نعم. يعني موجود. بتحب الشيخ زايد؟ نعم. بتحب الشيخ زايد. وجميع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة. كلهم.